اللقاء ديال اليوم هو من أجل تسليط الضوء على الوضعية ديال الأمازيغية في المغرب. فين وصلنا في الملف ديال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. هذا الشيء اللي كدير فيه الحكومة اليوم كنعتبروه غير جدي بتاتا، رغم أنه فيه أرقام، فيه بعض الأمور اللي يمكن من الوهلة الأولى تبان بأنها معقولة، ولكن مقارنة مع الإمكانات اللي خصها ترصد لهذا الموضوع الأمازيغي اللي هو استراتيجي بالنسبة للبلاد، والإمكانات اللي كترصد اللغات الأخرى والثقافات الأخرى، كنظن بأنه هذا الشيء يعبر على واحد غياب، واحد تصور واقعي، واحد تصور جدي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية. اليوم الحكومة ما عندهاش خريطة طريق في هذا الموضوع، عندها إجراءات، ولكن باش نقولوا بأنه عندنا خريطة طريق فيها مؤشرات، فيها أهداف قابلة للقياس، يمكن على أساسها نديروا تقييم لهذا العمل، كنظن بأنه هذا الأمر مازال ما وصلناش. المسألة الثانية اللي بغيت نأكد عليها هو غياب المقاربة التشاركية في هذا الشيء كامل. اليوم الدستور كيأكد على المقاربة التشاركية في السياسة العمومية، كنعتبروا بأن الموضوع الأمازيغية سياسة عمومية استراتيجية بالنسبة للبلاد، وبالتالي خص مقاربة تشاركية، خص الإنصات للجمعية الأمازيغية، خص الحوار مع الجمعية الأمازيغية، لأن عندها رصيد، عندها تاريخ، عندها مكتسبات، وعندها اقتراحات، وبالتالي هذا الموضوع خص فيه باقي أكثر جدية، مبادرات أكبر، لأن مثلا الإشكالات اللي كنشوفوا في التعليم، في, 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 في الإعلام، في مجال العدالة، وفي مجالات أخرى، كتقول بأنه اليوم غير في الموضوع ديال التعليم، باش نحترموا الالتزامات الموضوعه في هذا الباب، باش نديروا التعميم التعليم الامازيغيه في افق 2026، ما يمكن بتاتا امبوسيبل نوصلوا لهذا الهدف بالامكانات وبالاجراءات الحاليه. وبالتالي الا درنا هذا الموضوع في العداله وفي مجالات اخرى، اليوم الموضوع كله الحكومه كتركز على الموضوع ديال الترجمه. لا يمكن بتاتا نختصر تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كله في الترجمة. الترجمة مهمة وهي محطة أولية، ولكن خص تصور عام يعطينا فين بغينا نوصلوا، بأية مؤشرات، بأية ميزانية. اليوم الشبكة كتعقد ندوة صحفية لتسليط الضوء على الواقع ديال الأمازيغية، الواقع ديال الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية في المغرب، اللي كتعرفوا أن اليوم كنعيشوا في إطار واحد الحكومة اللي هي جديدة، اللي يلا كملت تقريبا واحد عام ونصف، ولكن للأسف ما لمسنا من خلال كل المؤشرات التي تم رصدها أن هناك تراجعات خطيرة في شتى المجالات المرتبطة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغي، وعلى رأسها في المجال ديال التعليم. وكذلك تنصل الحكومة الحالية من المخطط المندمج الذي أعدته الحكومة السابقة، وهذا بطبيعة الحال كي تعتبر إخلال وكي تعتبر خطير جدا على المكتسبات التي تم حققتها الأمازيغية فيما يخص تفعيل الطابع الرسمي ديالها من خلال إصدار القانون التنظيمي 26/16 للحدود الساعة. لا الحكومة السابقة ولا الحكومة الحالية غير قادرة على أنها تبلور مخطط مندمج يفي بتحقيق الأهداف ديال القانون التنظيمي، اللي هو تحقيق الغاية الدستورية ديال الفصل الخامس من الدستور، اللي هو ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية. وهذا بطبيعة الحال كنعتبره مؤشر خطير على أن الحكومة غير قادرة على الوفاء بالالتزامات ديالها، كما أنها لا تتوفر على خارطة طريق واضحة فيما يخص فعل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، رغم كل الشعارات الرنانة التي يتم ترديدها في كل وقت وحين.